محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فجزا الله المشايخ خيرا على ما أفادوا، وجزاهم الله خيرا على طرحهم لهذا الموضوع العظيم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل من نتائج هذا العمل أو هذا الأمر، من نتائجه حلاوة الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فهذه العبادة، كونك تحب المرء لا تحبه إلا لله، ينتج منها أن تجد حلاوة الإيمان. والمراد بحلاوة الإيمان لذة الطاعة، وأن تؤثر ما يحب الله على ما تحب. يا أيها الإخوة، الحب في الله والبغض في الله ميزانه من أدق الموازين. كيف يضبط الإنسان هذا الباب؟ لا بد أن تكون صادقا مع الله أنك تريد ضبط هذا الباب وهذا الميزان، وتدعو الله أن يوفقك لضبطه وأن يعينك على ذلك. فربما خيل إليك أن حبك لفلان من أجل الله والواقع غير ذلك، فتبقى متحيرا. فربما صرت متحيرا لماذا لا تجد حلاوة الإيمان، ربما تصبح متحيرا لماذا لا أجد حلاوة الإيمان، وأنا أحب من أجل الله وأبغض من أجل الله. الواقع أن هذا الحب والبغض مدخول ومعل بعلة قادحة، هذا هو السبب. فلهذا لا بد أن تعيد النظر جيدا في الدافع إلى حب فلان وبغض فلان. فربما اكتشفت أن فلانا ينبغي أن ينقل من ديوان المحبوبين إلى ديوان المبغوضين، وربما وجدت أن فلانا هذا أحببته فوق ما يستحق، فالذي يستحق النقل إلى ديوان المبغوضين انقله، والذي عنده جزء صلاح يحب على قدر ما فيه من الصلاح نقص، أعطيته أنت مقدارا فوق ما يستحق. وافحص من تحبهم واحدا واحدا في الدوافع إلى حبه
والمقدار الذي أحببته هل هو يستحقه أم لا. وانظر إلى من أبغضتهم، ربما تجد أن منهم من يستحق أن ينقل إلى ديوان المحبوبين وأن بغضه كان بغير حق، قلوا. وربما وجدت أنك أبغضته فوق ما يستحق، عنده بعض المخالفات لكن ما يستحق البغض الذي أبغضته كله، نقص، عنده جزء خير وعنده مخالفات، يحب على قدر ما فيه من الخير ويبغض على قدر ما فيه من الشر. فهذا الميزان الدقيق تتعبد الله عز وجل بضبطه، وتحتاج إلى توفيق وإعانة من الله عز وجل. كم من أناس أثرت فيهم العاطفة حتى أحبوا من لا يستحق الحب أو أبغضوا من لا يستحق البغض، عواطف جياشة. نعم، ربما ترى أن فلانا عنده من الصلاح الشيء الكثير، لكن من أجل مسألة كذا ما استحق المنزلة التي عندك في نظرك، وغيره منزلته أدنى رفعته. فلهذا هذا هو السبب أن الإنسان لا يجد حلاوة الإيمان بسبب هذا العمل العظيم وهذه الشعيرة العظيمة، فيعيد الإنسان النظر في نفسه. والتوفيق من الله عز وجل. ثم اعلم أن القضية ليست مجرد أنك تكتسب حسنات بالحب أو بالبغض، وأنك يعني لا تظلم فلانا أو كذا. فوق هذا كله القضية عقائدية، الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، فلهذا هي قضية عقيدة، قضية عقيدة. فكثير من الناس يأتي إنسان يقول إيش فيهم الطائفة الفلانية أو الجماعة الفلانية أو الكذا، نقول هؤلاء اختلوا في باب الولاء والبراء، اختلوا في باب الولاء والبراء، فصارت القضية فيه عقائدية. ربما تجد الإنسان يأتيك بالكلام في الحب في الله والبغض في الله، لكن ترى أنه يحب شخصا قبوريا أو يحب شخصا أشعريا أو معتزليا. نعم، ها هنا قضية عقيدة، عقيدة واجهتك أمامه، ما ينفع فيها أنك تحب فلانا بسبب سمعة أو غير ذلك. ما هو الدافع إلى حبه؟ أين ذهب الولاء والبراء هنا؟ أين ذهب الحب في الله والبغض في الله في هذا الوقت؟ لماذا يحب هذا الشخص عنده المخالفات الفلانية؟ قد يحبه وهو يتعامل بالربا، لا بس عنده جانب خير، لكن أبغضه بمقدار ما لديه بهذه المعصية التي فيها لعنة الله جل وعلا، فيها لعنة الله جل وعلا. ترى الإنسان مختلا في جانب الاستدلال، يترك الآيات يترك الأحاديث ويذهب يستدل بأمور أخرى، أمور أخرى عاطفية أو غير ذلك، ليستدل بها في قضايا منهجه ودعوته كما هو حاصل في بعض الجماعات. لا يجامل، يعلم أن هذا منهج مخالف وطريقة مخالفة. وهكذا ترى أن علماءك الأجلاء تجد شخصا يطعن فيهم ولو تحبه، لكن طعنه في علماء أهل السنة قضية عقائدية، ما هي قضية سهلة. أنه يطعن في علماء أهل السنة، حملة السنة، حملة دين الله، المبلغين لدين الله، المعلمين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ترى أنه يطعن فيهم. طعنه فيهم إسقاط لما يدعون إليه، ونزع للثقة بهم، وهم حملة الكتاب والسنة، هم حملة الكتاب والسنة. معنى ذلك الشريعة مهددة بالسقوط إذا تم لهذا الطاعن ما يريد،
نعم، ونزع الثقة من أعداد هائلة أولد أعداد هائلة من الناس. يوم أن نزع ثقتهم، نزع الثقة عند عدد كبير من الناس من علمائهم. إذن الأمر ما هو سهل، فالقضية دين وعقيدة. من لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نزعت الثقة من أهل العلم، حملة الكتاب والسنة هم الذين يدعون إلى التوحيد، هم الذين يحذرون من الشرك، هم الذين يدعون إلى توحيد الأسماء والصفات، هم الذين يحذرون من العقائد الباطلة المختلة في باب الأسماء والصفات، هم الذين يحكمون الكتاب والسنة، هم الذين حرموا حذروا من الربا، حذروا من الاختلاط، حذروا من التبرج، حذروا من سماع الغنى، حذروا من السب واللعن والحسد وغير ذلك. هؤلاء مصلحوا المجتمع. فإذا كانوا في ديوان سيئاتك وفي صحيفة سيئاتك ويجد الإنسان أنه يطعن في علمائه، أين الحب في الله وأين البغض في الله؟ فلهذا تجد أنها قضية عقائدية. هذا شخص عالم جليل يستحق أن يحب، تنقله إلى قائمة المبغوضين لما وبأي حق؟ نعم، هذا إنسان يطعن فيهم تجعله في جانب المحبوبين لما وبأي حق؟ أنزل الناس منازلهم. نعم، كم من الناس لو يقال له أرجم كلبا لقال لا، لا أحب أن أجد هذا الكلب في صحيفة سيئاتي، وما هو مبالي أن يجد العالم في سجل سيئاته وأنه قد طعن فيه وأساء إليه. فمستعد أن يسيء إلى عالم، ولا هو مستعد أن يسيء إلى كلب أو حمار، أكرم الله السامعين. فلهذا بارك الله فيكم، هذه القضية تحتاج إلى فقه. قضية الحب في الله والبغض في الله، الولاء والبراء، يحتاج إلى فقه وفهم وإخلاص وصدق مع الله عز وجل، وتحري فيها وتجرد عن حظوظ النفس وهوى النفس، حتى يكون الإنسان صادقا مع الله تنتج عنده النتائج الطيبة. سيجد حلاوة الإيمان، ستقوى عقيدته، سيقوى إيمانه، سيجد نفسه شجاعا في مقابلة أي قضية، لأنه يقابلها بالصدق وبإيمان وبإخلاص، ويتعامل مع كل شخص ومع كل قضية بما تستحق. أسأل الله يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين.